انا حاسس بيك. اطلعي طمني على الدجا. صباح الخير يا صاحبي. يا اهلا. اهلا فريد بيك. اهلا. انتوا بتعرفوا بعض. اتفضل. رفي بيه عزيز شريكي. طبعا سبق واتقابلنا قبل كده. اهلا رفي بيه. اهلا فريد بيه. أكيد سيادتك جاي عايز تعرف الواد كان فين ومع مين ورجع إزاي. يا ريت، خصوصاً إن رجوعه تم فجأة وبدون أي مقدمات، مع إن التليفونات اللي كانت بين سعادتك وبينهم كانت بتقول المسألة تاخد شوية وقت. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. هم أكيد حسوا إن التليفونات متراقبة فبعتوا لي رسائل مكتوبة، حددوا لي ميعاد في جنينة الأسماك. خدت الولد وديتهم 5 مليون. إزاي سعادتك ما رتبتش معانا؟ يعني على الأقل كنا عملنا شغلنا احنا كمان ووفرنا على سعادتك 5 مليون اللي دفعته. ما قدرتش اعمل غير كده، كنت خايف على حياة الدالي الصغير. انا مقدر طبعا سعد بيه، بس ده دورنا احنا بقى عشان على الأقل كنا حطينا ايدينا على اللي عمله كده. هو الدالي موجود فوق يعني ممكن اجيبه وسيادتك تتكلم معاه، يمكن يعرف كان فين في الفترة اللي فاتت، يمكن يدينا دليل. طب ممكن سعادتك تبعت تجيبه علشان يعني ندردش معاه شوية. طب ومال اتمنعت المذكرات هنا؟ ايه بالطريقه دي؟ في باب اتفتح لنا على واسع. عفوا مستر سوليفان، فيك توضح لي شو بتقصد اكتر؟ هي بيروت مش فيها دور نشر؟ المذكرات اللي كانت هتتنشر في الجورنال بتاعك اللي اتقفل تسافر على بيروت وترجع على شكل كتب، واللي كنت هتكسبه من نشر الحكايه دي في الجورنال بتاعك اللي اتقفل هتكسبه بالكتب، طبعة أولى وطبعة تانية وطبعة تالتة. الناس هتبقى متشوقة تعرف إيه آخر الحدوثة دي. أيوة، بس برضو يا مستر سوليمان ممكن السلطات المصرية تمنع نزول الكتاب السوق. يا ريت يا أخوي، من بقك لباب السماء. الموضوع ده لو حصل هتبقى حاجة كويسة قوي بالنسبة لك. الممنوع مرغوب، والكتاب ده لو اتمنع هيخش مصر متهرب، تمنه هيتضرب في الضعف والتلات أضعاف والأربعة كمان، وهتكسب أنت قد كده فوق دماغك. عيبكم يا أخي إنكم تملي بتبصوا للجانب الوحش من الموضوع، ما بتبصوش للجانب المشرق أبدا، وبتستسلموا لليأس بسهولة. يا حبيبي وحشتني. كنت بتاكل؟ كنت بتاكل كويس؟ بتنام؟ في حد ضايقك؟ في حد أجاك؟ نشوى بالراحة يا حبيبتي، بالراحة عليه عشان يعرف يرد على أسئلتك. هو عنده كم سنة يعني؟ ألف حمد لله على سلامته يا نشوى. الله يسلمك يا جيت. أنت عارف إن أنا كل يوم كنت باخدك في حضني وأقعد أحكي لك حتى بالنوم. طب احكي لي حدوتك. مستعجل قوي. هحكي لك كل الحواديت اللي أنت عايزها، كل حاجة أنت عايزها هعملها لك، وعمري ما هخليك تبعد عني تاني. سعد بيه عايز يدالي الصغير علشان الضابط عايز يتكلم معاه. بس في الحقيقة يعني موقفك غريب. أنا موقفي منه غريب، أنا بالأول وبالآخر بزنس مان، وإلي مصالح مع سوليمان، ولما طلب مني هاي الخدمة ما كان ممكن أتأخر عنه. لكن لما قريت المذكرات وعرفت قديش سعد الدالي هذا إنسان محترم ووطني، وشفت بالمقابل قديش سوليمان مصمم على تدميره حتى لو عن طريق كتب بتيجي متهربة من عن طريق لبنان، حسيت بإني في ريحة ناس ما ممكن أبداً أتعامل معهم. قررت إن أكون أنا وابن عمي على الغريب. منشان هيك بطمنك، هاي المذكرات اللي كانت عندك سليمان. طبعاً أنا مبسوط بكلامك جداً، بس أنا عايز أعرف أنت إزاي قدرت توصل للمذكرات دي وتاخدها من بق الأسد. أنا الحظ خدمني لما عرفت من أبو نجا بهنس إن سليمان استغنى عن خدمات كلبه الوفي بريليوني، وبالمصاري قدرت أخلي بريليوني يجيب لي هالمذكرات لحد عندي، ومن اليوم ما عاد في خوف ان تنزل المذكرات الا عن طريقي، وانا ما راح بيع سعد الدالي ابدا. ولو بتسمح لي تحضر لي كل المصاري اللي اعطيتك اياها. المصاري؟ طبعا، ما هو ده حقك يعني، فان شاء الله هجيبها لك. طبعا انكل عنده شويه اسئله هيسالها لك عشان يعرف يقبض على الحراميه اللي كانوا خاطفينك. عايزك تركز كويس قوي وتفتكر كل حاجه حصلت. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفضل اسأل. لا يا باشا لا، انا لازم اكون بعيد عن اي دايره شك او سوء نيه من اي نوع يا باشا. امال بتسمي موقفك ده ايه يا سمير؟ يا باشا
يا باشا لو سعادتك عايز تروح البنك وتطمن على الفلوس هتلاقي الفلوس وفوائدها يا باشا، وهتلاقيني هناك قبل سعادتك مستنيك على باب البنك. الحكاية ببساطة يا باشا، إن على قد ما المبلغ ده كبير على قد ما العبد لله صغير يا باشا. يا باشا أنا مش عايز ولادي يتأذوا أو يحصل لهم أي شيء لو حصل في الأمور أمور، عشان كده يا باشا يا ريت سعادتك تقدر موقفي وتدور على الوصل مرة واتنين وتلاتة، عشان خاطر يا باشا، عشان خاطر سمير اللي طول عمره بيفكر في مصلحتك، وأول ما سعادتك تلاقي الوصل بعدها بساعة هكون طرت وجبت لسعادتك الفلوس وسلمتها لك ورضيت ضميره قدام ربنا. سلمان مش هيستنى علينا كل ده لغاية لما نلاقي الوصل بتاعك. يا أخي أنا ما صدقت إن الراجل وافق يدين المذكرات الأصلية وياخد فلوسه ونخلص. خلينا نفوق بقى لشغلنا يا سمير. يا باشا لو في عند سعادتك حل تاني قوله وأنا تحت أمرك. ماشي يا سمير. أنا هكتب لك ورقة دلوقتي تخلي مسؤوليتك تماما من الموضوع ده، عشان حتى لو الوصل ده ظهر ما يحصلكش انت اي حاجة خالص. انا كده ارتحت، ربنا يريح قلبك يا باشا. هجيب لي سعادتك الفلوس ولا ضربه دخلت شر بالاذن، ساعه بالكتير والفلوس تكون قدام سعادتك بالاذن يا باشا. اتفضل. المستشار محمد سلامة. أهلا وسهلا سيادة المستشار قانون المجموعة. أهلا وسهلا فندم. ركز يا حبيبي. حصان وجمل؟ أيوه. يعني الناس اللي أنت كنت معاهم كان عندهم الحصان والجمل ولا كانوا بياخدوك برا علشان تركبهم؟ افتكر كويس يا حبيبي. أه كان عندهم. شفت إيه كمان هناك يا حبيبي؟ رد على أمك يا حبيبي. أنا هشرح له بطريقة تانية. البيت اللي انت كنت فيه يا حبيبي كان قريب من الاهرامات؟ اهرامات؟ ايوه. ما شفتش الاهرامات هناك في الحته اللي انت كنت فيها مع الست دي؟ لا. طب الست اللي كانت بتاكلك وبتلعب معاك يعني كان في حد بيزورها ولا كانت لوحدها؟ انت سامعني يا حبيبي؟ ايوه سامعك. ايوه ايه؟ كان في حد بيزورها؟ بيكلمها في التليفون؟ طب هي خدتكش مرة قبل كده عشان تفسحك برا البيت ده؟ مش عارف. طب تعرف توصف للست اللي كانت معاك في البيت شكلها ايه؟ يعني ايه؟ بعد اذنك انا ممكن اساعد في الموضوع ده لان قابلتها في جنينة الاسماك. اتفضل. هي كانت مليانة شوية وبشرتها بيضة وشقرة وكان عندها حسنة كبيرة فدقناها كده بس ناسي ناحية اليمين ولا ناحية الشمال. طب كويس قوي. يعني لو عرضنا على حضرتك صور مجموعة من الستات اللي تم اتهامهم قبل كده في قضايا خطف تقدر تتعرف عليها بسهولة؟ طبعا. بس الحقيقة دي شكلها مش محترفة يعني، وانا بكلمها كانت مضطربة وخايفة وكأنها بتسمع كلام حد محفظه لها. يعني ما افتكرش انها يعني عملت الحكايه دي قبل كده لانها كانت مضطربه جدا. عموما احنا هنبدا تحرياتنا فورا على اساس المعلومات اللي عندنا، بس ارجوكم يا جماعه لو الدال الصغير افتكر اي معلومه جديده وقالها لحد فيكم يا ريت تبلغونا بيها فورا، يعني ده عشان هتفيدنا جدا في التحقيق. طبعا. انا كده بالنسبه للدال الصغير خلصنا الكلام مؤقتا. مبسوط يا عم؟ بالنسبه لحضرتك يا سعد بيه في شويه اسئله كده بخصوص مقابله النهارده. اتفضل نخش المكتب. اتفضل. طيب نستأذن احنا. نشوى ارجوكوا تستنوني لحد ما اخلص محطة الضبط. في كلمتين مهمين لازم تسمعوهم. شكرا لكم. اتفضل معنا سيادة المستشار. اتفضل. عملت ايه بقى؟ بجد يا هبة؟ يا الحمد لله. الف حمد شكر ليك يا رب. اسمعي راح اخلص شغل وعدي عليكم على طول ان شاء الله. اوكي يا حبيبتي مع السلامة. الف حمد شكر ليك يا رب. خير يا فندم. اسمع
اطلع دلوقتي على الحسابات، اصرف 15 يوم مكافأة لكل العمال اللي عندنا من اول الشركة هنا لحد مزارع السمك، حلاوة رجوع الدالي الصغير. ربنا يخليك لنا يا فندم، وألف مليون حمد لله على صلابة الدالي الصغير. ربنا يخليك، الحمد لله يا رب. أنا لما خرجت عشان أشوف الدالي ما لاحظتش أي عربية قدام الجنينة ولا جنب عربيتي، يعني واضح إنهم نزلوا الدالي وجريوا بسرعة، مرتبين كل حاجة، بدليل الست كانت بتتكلم معايا بالدقيقة. لو سعادتك كنت بلغتنا بالموضوع من الأول يعني كنت سهلت علينا حاجات كتير. سعادتك لو حطيت نفسك مكاني أكيد هتلاقي لي ألف عذر. بعد إذنك يا فندم، المعلومة اللي جات لنا قبل كده عن طريق الأمن كانت بتقول إن الست دي لما اتكلمت كانت بتتكلم من منطقة المقطم. أنت تقصد إن منطقة المقطم لا فيها خيول ولا جمال، مش كده؟ يعني وارد جدا إنهم يكونوا عاملين تمويه علشان يبعدونا عن المكان الحقيقي اللي كان فيه الدالي الصغير. على أي حال إحنا هنراجع كل السجلات اللي عندنا وأصحاب السوابق في موضوع خطف ولاد رجال الأعمال، وأتعشم إن شاء الله إن إحنا نلاقي خيط يوصلنا للقبض عليهم، وكمان عشان نرجع لحضرتك المبلغ اللي خدوه منك. رغم الأزمة اللي أنا فيها ما يهمنيش المبلغ يرجع، أنا اللي يهمني أعرف مين اللي عمل كده في الدالي الصغير. شكرا. استأذن يا سعدي. مع السلامة يا محمد. آسف تأخرت عليكم، بس نشوى أنا بستسمحك إنك تسيب الدالي الصغير معانا لحد بالليل، وأوعدك أنا بنفسي هجيبهولك لحد البيت عندك عشان نكمل كلامنا. يعني في حاجات كتير متعلقة بينا، وأنا متأكد إنها لو اتحلت أول واحد هيستفيد هو الدالي الصغير. ربنا يسهل إن شاء الله. جربي وفكري في مصلحة الدالي، بعدين على اخر النهار هيرجع لحضنك تاني. عشان خاطري يا نشوى، احنا لغايه قريب قوي كنا كلنا عيله وبنخاف على بعض. خلينا نحاول نرجع الامور طبيعيه زي زمان ارجوكي. حكايه لندن دي غريبه، يعني كل شويه احد نقع في المطار. ربنا يستر. مصنع الإزاز اللي احنا عارضينه للبيع، في مشتري عرض علينا الشراء فعلا، بس حطينا في مطب مش عارف هنخرج منه ازاي. وده مين اللي جايب مشاكله ده؟ ناصر الطايل. يا باي، الواد ده بقى عامل زي عفريت العلبة، مش كفاية مشاركته لرضوى بنتي؟ ايه؟ عايز يحط ايده على العيلة؟ وكمان المبلغ اللي عرضه مش قد كده، وجوده في الصورة مش هيخلي حد تاني يفكر في الشراء. وبعدين بقى احنا كنا ناقصينه. سعد 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 مالك يا سعد؟ سعد خليك جنبه على بلدي ما دام ولفت. محمد ما تنزلهاش. حاسس بيه يا سعد؟ هبقى كويس هبقى كويس، انا بس مش عايز حد برا يحس بحاجه. كويس ايه بس يا سعد؟ انت وشك اصفر ومليان عرق. انت شكلك تعبان قوي يا سعد بيه. لا انا اكلم الدكتور استشير حتى. بص اطلب نمره دكتور منى عندك. سعد مع السلامة دكتور. بتشوف خير؟ مش عارف يشخص الحالة في التليفون، قدامه أقل من نص ساعة ويبقى هنا. ما كانش فيه داعي للدكتور. جري يا سعد، يعني سيبك كده لغاية لما تروح مننا لا قدر الله. ما ينفعش العند بتاعك ده حتى على حساب صحتك. إذا كان على ألفة وهبة أنا هخرج أتكلم معاهم بهدوء كده علشان ما يتخضوش عليك، أو حتى أشغلهم لحد الدكتور ما يدخل ويكشف عليك ويطمننا عليك بعد كده. ألف سلامة عليك يا سعد بيه. وأنت ألف سلامة عليك يا محمد. تعرف ما أقدرش أستغنى عنك. عمر الشقي بقي. جهزت الأوراق اللي قلت لك عليها الصبح؟ عشان خاطري ما تفكرش في أي حاجة غير صحتك. حتى لو عايزني اروح بالدالي الصغير لمدام نشوى وخلص الموضوع مكانك انا مش هتاخر. المهم نطمن عليك. نفسي في سجاره. يلا يا تيتا، واحد اثنين ثلاثه. دكتور منام
في جاي ليه؟ اطمني يا مدام ألفت، هو بس المستشار محمد سلامه حس بالإرهاق واحنا شغالين جوه، فانا وسعد طلبنا الدكتور منام علشان بس نطمن على حالته. يا ريت حضرتك تفضلي هنا علشان بس هبه ما تحسش بحاجه، وانا هطمنك بنفسي بعد ما يخلص الدكتور. عن اذنك. زي ما توقعت وانا جاي ان هلاقي عندك الضغط واطي شويه نتيجه الارهاق العصبي اللي انت كنت فيه الفتره اللي فاتت. انا هكتب لك على دواء انا شخصيا بستخدمه، ولكن اللي اهم من الدواء الراحه، الراحه التامه. تطلب المستحيل يا دكتور. الله يخليك ريفي، احنا اللي زينا مكتوب عليه قلة الراحة، أدينا عايشين وسايبينها على الله. ونعم بالله، الحقيقة لولا إني جاي متأكد إني جاي أكشف عليك أنت شخصياً كنت قلت جاي أكشف على سادة المستشار. ده لأنك ابن حلال، ربنا كتب لك مريضين في زيارة واحدة. اكشف دراعك يا محمد. هو الموضوع هيقلب جد ولا إيه؟ يا محمد يلا بقى اكشف دراعك فعلاً. ده أنا بيني وبينك بقى شكلك أنت وسعد بيه يقلق، ما رضيتش اقول لك الكلام ده قدامه علشان ما يبقاش منشغل عليك اكتر، وخاصة ان هو تعبان. يلا يلا يا بطل، يلا اقلع الجاكيت اكشف دراعك. امرنا لله. يلا ادخل. خير؟ سمعت فيك. حاضر. سلامتك يا سيادة المستشار. الله يسلمك. يا ولد ايه بس؟ ايه بس؟ 2 مليون دولار حتة واحدة؟ مش قلت لك انت باين عليك وقعت واقف؟ يا اخي شابوه على موهبتك مع الحريم. ميرسي يا سيدي. المهم الدفعة دي كويسة كبداية؟ طبعا. وشوف زي ما انت استجدعت معايا في موضوع نرمين طليقة باسم الدالي، انا هستجدع معاك في حكاية العربيات دي. عظيم. طب وحمدي امتى؟ جاهز انت بس الباسبور بتاعك وانا هبعت لهم تيلكس وصوره للشيك، طول ما هيحددوا ميعاد التوقيع هقول لك عشان تسافر على طول. طب وسعد الدالي؟ لا استنى لما اشوف لك مكان في اللعبه هقول لك قبليها علشان تسخن وتنزل الماتش بكامل لياقتك البدنيه. اسخن وانا لسه اسخن؟ ده انا شطت من كتر التسخين، كفايه اللي عمله فيا. طب حاسب على نفسك لا تولع، احنا عايزينك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أظن كده كل أملاكك رجعت لك بالكامل. أنا آسف إني سبت الغضب يعميني وتصرفت معاك بالشكل ده، بس بصراحة أنا كنت عاوز أمنعك تتجوز نشوة بأي طريقة عشان الدالي يفضل وسطينا. بعدين أنت عارف وهي عارفة يعني لا أنا كنت محتاج أملاكك ولا أنا من الكابوني عشان أضلتك عليك. عشم إنك تقدر موقفي وتنسى اللي فات. سعد بيه جاي النهاردة عشان يفتح معاكم صفحة جديدة ويزيل أي أسباب للخلاف ممكن تعكر العلاقة بينكم وبين عيلة الدالي. دودي اطلع يا حبيبي قطك، هتكلم مع جده شوية واطلع لك على طول. جدو توحشني أوي. وانت هتوحشني. يلا حبيبي. والصفحة الجديدة دي وراها ايه المرة دي؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي بتخطط له عشان تفتح صفحة جديدة؟ هو رجوع الدالي الصغير مش كفاية عشان ينسخ خلافتنا؟ بتتكلم يا فريد يا ابني، ساكت ليه؟ سعد بيه، أنا عمري ما تمنيت إن اللي حصل ده يحصل. سعادتك اللي كبرت الموضوع وعملتنا أعداء ليك. أمال إحنا جايين ليه النهاردة ومدين إيدينا يا فريد بيه؟ هو ده السؤال اللي سعد بيه ما ردش عليه؟ إحنا إيه المطلوب مننا؟ عندي أمل إن كل حاجة ترجع لوضعها الطبيعي عشان الدالي الصغير يتربى بينا بشكل صحي. بعدين انت ما سكتيش بعد اللي عملته مع فريد يعني،
وخدت حقك تالت ومتلت. انا اسف يعني، انا مش جاي اتعاتب يعني، مش جاي اقول انا عملت ايه وانتوا عملتوا ايه. قلتوا ايه؟ انا شخصيا ما عنديش مانع نفتح صفحه جديده. نقول صافي يا لبن. الحمد لله ان ربنا هدانا للخير. بعد اذنكم ثانيه واحده. مساء الخير. اهلا باسم. اتفضل اتفضل. استاذن انا هخلي ألفة تكلمك عشان تتفقوا مع بعض هنشوف الدالي ازاي وفين. عن اذنك. يلا يا محمد. شرفت يا سعد بيه. اتفضل. ما تاخدش الموضوع على اعصابك، ما تنساش ان باسم يبقى عم الدالي ومن حقه يطمن عليه. عمر قلبي ما يسفله طول ما رمي نفسه في حضن العقربه اللي اسمها رجل. اللي يسمع كلامك يقول انك خالي شغل، ولا حياتك هتقف من غير مصنع ازاز الدالي؟ هو انا قلت له اعرض المصنع للبيع يا باشا؟ الا مش هو اللي نزل اعلان في الجرايد عشان يبيعه؟ خلاص بقى، انا اتقدمت للشراء زي اي واحد. على بابا. نفسي اعرف اخليك ترضى عني ازاي يا باشا؟ خليك زي اختك دينا وهنرضى عنك يا باشا. يا دينا بتعمل حاجه؟ الفكره مش هي بتعمل ولا ما بتعملش، الفكرة ان هي تقدر تعمل بس ما بتعملش، لانها عندها تقدير لمركز ابوها الحساس. مش زيك كل يوم داخل لي شراكة مع حد وعايز لي الم مشاكلك وراك يا باشا. وانا بغصب حد ان هو يشاركني؟ ما هو على يدك يا باشا، هما اللي بيجوا لحد عندي وبيطلبوا شراكتي. بأمارة رضوى الدالي. ولا هتتلم ولا لمك انا يا باشا؟ عارف لو بصيت للموضوع من الناحية المشرقة هتلاقيني والله بنقذ سعد الدالي. بنقذه من الشغب والاعتصامات اللي عاملها عمال المصنع ده، يعني بنكسب فيه ثواب. ناصر انا عندي 500 مشكلة ومش ناقص جنانك ده. خد نفسك شوية وارحمني بقى من طموحك ده اللي عامل زي الحصان الشارد. اقف انت بس جنبي في الموضوع ده وريحني، واوعدك مش هتسمع لي صوت الفترة اللي جاية خالص. انا شخصيا مش هيكون عندي اي سيوله الا لما اعلانات المشروع بتاعي بتاع الاسكان تنزل والناس تبدا تحجز وتدفع مقدمات. مقدمات الناس اللي هتحجز عندك لازم تتحط في المشروع بتاعك. اوعي تخرجي من اليمين منها في اي حاجه تانية. وانت عارف ايه؟ طبعا ما عندكش سيوله. لا بس عندي ارض الفيوم ممكن اتصرف فيها. ودي تجيب كام؟ يعني حوالي 3 مليون جنيه. 3 مليون بس؟ انت مش عرضت مصنع الازاز للبيع؟ ما هو ناصر الطايل نطلنا فيها زي القدر المستعجل، وتلاقيه عامل حساب ياخد المصنع بتراب الفلوس. يا ريتنا ما نزلنا الاعلان. واحنا كنا هنعرف منين انه هيعرض يشتري؟ الو وصليني بيه. اهلا يا عدلي بيه. لا تحت امرك. حاضر. مسافه السكه. عدلي الطايل طالبنا نروح له فورا في الفندق اللي بيقعد فيه. نتقابل بكره بدري في المجموعة عشان نكمل شغلنا. اتفضل يا سعد بيه. بلغني ان حضرتك عايزني. اهلا يا سعد. خير؟ في حاجة؟ عرفت حكاية نص مليون جنيه، وعرفت كمان انت محتاجهم في ايه، بس للأسف ان انا ما عنديش سيولة تغطي المبلغ ده دلوقتي.
اصلي بعت اجيب شحنه من بره، وطبعا زي ما انت عارف بدفع انا فلوسها لحد ما ادي لكل تاجر حصته، وبعد كده ابتدي الم فلوسي تاني من السوق، وده طبعا مش هيتم قبل شهر. بس اسمع، انا ممكن اتصرف في 70 أو 75 ألف جنيه من حسابي الشخصي، انا عارفه ان هما مش كفايه، بس ممكن تسمع اللي هكمله بعد كده. بتفكري في ايه؟ بص يا ادم، انا مجوهراتي الشخصيه تساوي 100 ألف جنيه او اكتر، خدهم وباعهم، وانا عارفه ان شاء الله ان انت لما ربنا هيكرمك هيجيب لي احسن منه. يا عبيطه، دي مش مشكله شخصيه علشان اخد مجوهراتك واتصرف فيها، انا بس قلت ان انا مش عايز اطلب فلوس من سعد بيه وانا عارف ان هو كمان مزنوق، فقلت يمكن انت يكون معاكي سيوله كافيه للموضوع ده احل بيها مشاكلي. بس عامه انا هتصرف، انا هطلب من العملاء اللي عندي دفعات مقدم، ويمكن كده اقدر احل المشكله. وبعدين تاني مره ما تجيبيش سيره مجوهراتك الخاصه دي تاني ابدا، دول انا زودهم لك مش هاخدهم منك، وربنا يخليكي ليا. انا شايف اني معاليك شادد عليا. ليه؟ شايفني محمر لك عيني ولا بهددك بحاجه عشان تسمع كلامي؟ العفو يا فندم، بس الرقم اللي قلته معاليك دلوقتي واللي عرضه ناصر بيه تمن للمصنع ده مش قيمته. جرايه يا سعد بيه، مالك؟ هو حد قال لك ان انا هاخد منك المصنع ببلاش؟ ما انا هدفع فلوس زي اي حد. وبعدين خليني اقول لك على حاجه، المصنع بتاعك ده لو ما كانش بيخسر والعمال فيه عاملين اعتصام واضراب بسبب زياده الاجور، انت نفسك ما كنتش عرضته للبيع. امال ايه؟ وبعدين هقول لك على حاجه، واجب عليك انك تشكرني. يعني بما اني هخلصك من وجع الدماغ ده. انا عارض المصنع للبيع لاسباب خاصه بشغلي، تمن المصنع هيحل لي مشاكل تانية مش عاوز اوجع دماغ معاليك بيها. لسه الكيانات الجديدة عاملة لك قلق؟ دي مسألة هتتحل مع الوقت، وأكيد السوق هيحسمها بنفسه. أمال إيه الحكاية؟ عندي مشاكل في مصانع لندن، ومحتاج سيولة عشان أوقفها على رجليها من جديد. غريبة، أنا المعلومات اللي عندي إنك قدرت توقف المصانع على رجليها الفترة اللي فاتت. حصل، بس في أمور جدت هناك عشان كده محتاج السيولة. ما دام ما بيجيش من وراها غير المشاكل، بيعها وريح دماغك. عدلي بيه، انا لما اشتريت المصانع دي اشتريتها باسم سعد عويضه الدالي اللي مكتوب في شهاده ميلاده انه مصري، ولاني مصري عربي دفعت تمن حلمي وجرأتي من دم ابن البكري، وجاي سعادتك دلوقتي تقول لي بيع عشان تريح دماغك؟ أنا مش هرتاح إلا لما أحقق كل اللي حلمت بيه في المصانع دي. عموماً دي حاجة ترجع لك أنت وبس. خلينا في المهم، راضي ناصر؟ وعشان ناصر بيه يتراضى لازم يجي عليا؟ قصدك إيه يا سعد؟ اللي عندي سمعته معاليك، وآسف لو كنت ضيعت وقتك. إيه ده؟ الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ هو ناسي هو بيكلم مين؟ ناصر.